تواصل مصر تقديم المساعدات والدعم للأشقاء الليبيين منذ بداية الأزمة جراء الإعصار دانيال من خلال تقديم جميع أوجه الإغاثة الطبية والغذائية والإنسانية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مساعدة الأشقاء في تجاوز الأزمة والمحن فضلا عن دعم علاقات التآخي بين الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا منذ اللحظات الأولى للتداعيات الكارثية للأعصار دانيال الذي ضرب ليبيا في العاشر من سبتمبر كانت مصر أول الداعمين للشعب الليبي الشقيق حيث ركزت التحركات المصرية على المناطق المنكوبة خاصة في درنا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى إلى دولة ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات التي تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى أعداد من أطقم البحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر كما قامت مصر بتجهيز عشر طائرات من طراز الشينوك وأوجاستا مجهزة بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمل البحث والإنقاذ فضلا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كافة المصابين والضحايا لنقلهم للمستشفيات لتقديم الدعم الطبي اللازم وحرصا من القيادة السياسية على متابعة الدعم للأشقاء الليبيين، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا، ووجه بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين الذين فقدوا ديارهم جراء الإعصار والفيضانات، كما وجه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الاشقاء في ليبيا أي اعباء مشددا على القوات والعناصر المتجهه لليبيا ببذل اقصى جهد للتخفيف من اثار الكارثه الانسانيه واستمرارا لتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة في دعم الأشقاء الليبيين شاركت طائرات البحث والإنقاذ المصرية في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين في المناطق المنكوبة وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرية بمنطقة مرتوبة داخل المناطق المتضررة قرب مدينة درنة كذلك وصلت حاملة المروحيات من طراز ميسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولاتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية، وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة، كما استقبل مستشفى حاملة المروحيات المجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عددا من الحالات المرضية، وقام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم. كل ذلك ياتي في اطار حرص القياده السياسيه على تقديم الدعم بما يساعد الاشقاء على تجاوز الازمات والمحن فضلا عن دعم علاقات التاخي بين الشعبين الشقيقين في مصر وليبيا